أنا ليدي غاغا، أنا اليوم زعلانة ومتأسرة بسبب حالة الاغتصاب اللي تعرضت لها. بوعد حالي إنه رح آخذ الأدوية اللازمة ورح أجرب هدئ أعصابي كرمال أقدر أتخطى هيدا الوجع. مرحبا معكم يورغو. بعرف يا رفقاتي إنه عنا مواضيع أهم نحكي فيها أو مواضيع أهم نسمعها، مثل ليش فلانة تخلقت مع فلان؟ فلانة كم عملية تجميل عملت؟ هل اشتريت فولورز؟ هل لبست الفستان مرتين؟ هل تركت ولادها وسافرت؟ شو جنسيتها وشو أصلها؟ هل شلحت الحجاب؟ هل لبست الحجاب؟ وشو معاشها وقدي مصروفها الشهري؟ وبنحكي عن تعاليم صرنا 1600 سنة لـ2000 سنة بنحكي فيها. يا رفقات اليوم رح شارككن بمقابلة بتفتح النفس وبتعطينا أمل بمستقبل حلو نحن منخلقه. مستقبل حلو نحن منخلقه. كنت عم بحضر أوبرز 2020 فيجن تور وكانت ضيفتها ليدي غاغا. شاركتنا بأهم مراحل من حياتها، صراحة أنا كنت بجهلها وحبيت شارككن فيها كمان. وقالت وأهم شي ذكرته بهيدي المقابلة هو العهد اللي تعهدته واللي وعدتنا فيه واللي رح أذكره لاحقاً. تعرضت كتير للتنمر ومشاكل بس كنت بالمدرسة، وحلمي كان الموسيقى وإنه كون واثقة من نفسي وكون مليئة بالرحمة على نفسي وعلى غيري. وبتعرف شو أجمل شعور وتتكون أنت هون وحلمك هون ويصير واحد. وقالت أنا أصلاً اسمي ستيفاني وليدي غاغا عطيتني أجني حتى أقدر طير. بعد 10 سنين من وجودي بمجال الفن صرت واعي إنه عندي جماهير بتتبعني، عندي شيء مهم أقوله وبدي غير حياة العالم وعندي مسؤولية تجاه العالم. بداية كنت أفرح وأستلذ بمفاجأة الناس بلبسي وبفني، وكان بدي الناس تشوفني وتسمعني وتتفاعل معي. بطلت بحاجة فاجئ حدا، لأنه أولاً بطل يفاجئ حدا إنه يكون شعري لونه بينك، وأكتر شيء ممكن يفاجئ ممكن أعمله إنه يكون ضعيفة وصريحة معكن عن حياتي وشو قطعت بحياتي والتحديات وشارككن وأقدر ساعد أشخاص عم يتألموا. والموضوع اللي بهمني هو mental health، الصحة العقلية. أنا بنفسي عندي mental issues و chronic pain، ألم مزمن from head to toe، بسبب لأنه وقتا كان عمري 19 سنة تعرضت للاغتصاب المتكرر من شخص قريب إلي. بهيدي الفترة صرت نجمة وما عالجت حالي، وفجأة صرت حس بوجع قوي بكل جسمي، نفس الشعور اللي كنت حسه بعد الاغتصاب. وهيدا الوجع اللي عم حسه هو trauma response، هو استجابة للصدمة. وليدي غاغا بتقول قبلت جذريا حيلتي ورح حط العار اللي أنا فيه ببوكس صغير وحطه كتير بعيد عني، وبقول لنفسي ايه عندي mental health issues، باخد أدوية وأنا قوية ورح اخد كل الخبرات بحياتي وشارككن فيها تنخلي العالم يصير أفضل وأفضل. حكيوا عن radical acceptance، قبول الجذري. ما فينا نكمل حياتنا إذا ما كنا عنا قبول جذري لحالتنا. بعد حوار مع الحكيم قال له لازم تتقبلي انه رح كل يوم رح تعاني من ألم حاد. قلت له هيك هيني برأيك انه اتقبل؟ أخذت معي شوي، وبعد ما تقبلت بلش يخف الوجع وقدرت ارجع فكر وامشي، لأنه كنت بالمستشفى فترة طويلة ما عم بقدر اتحرك. كل مرة بصلي وبقول يا رب اللي شو لازم أعمل، عندي ناس وعندي متابعين بيسمعولي، شو مفروض أعمل؟ دلني على الطريق. ما بدي بس اخد مصاري العالم، ميل العالم وغني لهم، بدي غير لهم حياتهم. انا بنفسي عم بتألم وفاهمة شو شعور الألم، واذا شفت شخص عم بتألم ما فيي ابرم وجهي. بوعدكن انه رح اجمع اهم العقول من اطباء، من فلاسفة، من معالجين نفسيين، من اساتذة بمكان واحد لحل الازمة العقلية اللي عم تعصف بعالمنا. وعندي رسالة تانية انه يكون بكل مدرسه في حكيم مختص بالصحه العقليه كرمال كل ولد بحاجه لمساعده يلجا له بغض النظر عن حالته الماديه. هذا الشيء بينطبق على اي حاله بنكون فيها. مثلا انا اليوم زعلان، بكتب على ورقه شو الاسباب اللي مخلتني اكون زعلان، بشوف الفاكتس الحقائق،
هل بشوف مشاعري عم تتطابق مع الحقائق؟ برجع بنتقل للمرحلة الثانية اللي هي الأكشن، شو الإجراءات اللي لازم أخذها كمان أتخطى هيدي الحالة. هذا اللي عملته ليدي غاغا، قالت أنا زعلانة بسبب حالة الاغتصاب اللي أنا فيها واللي عشتها، عم باخد الأدوية اللازمة، رح جرب هدق أعصابي، رح كون منفتحة وأحكي عن الحالة اللي أنا فيها، وهيك بكون هيدي الإجراءات اللي عملتها تقدر تتخطى هيدي الحالة اللي هي فيها. شكرا للمتابعة.